الجهاد الأفغاني. جاء الحل من أفكار مستشار الأمن القومي زبيغنيو برجينسكي الذي خطط لإنهاء الحرب الباردة انطلاقاً من أفغانستان لتحولها مستنقعاً للسوفيت وبسواعد المسلمين. دشنت المخابرات الأمريكية العملية سايكلون، وهو برنامج ضخم لتدريب وتسليح المجاهدين الأفغان بالتعاون مع السعودية ودول عربية أخرى. بدأ برجينسكي جولاته المكوكية من القاهرة، التقى بالرئيس المصري أنور السادات ليقنعه بالحصول على الأسلحة السوفيتية القديمة المكدسة لديه بهدف تسليمها للمجاهدين. وفي اليوم التالي مباشرة التقى ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز وشقيقه سلطان، وتم الاتفاق على الدور السعودي في العملية. كل دولار تدفعه واشنطن في تسليح الأفغان ستدفع الرياض دولارا مثله، وستلعب المؤسسة الدينية السعودية الدور الرئيس في دعم العالم الإسلامي للجهاد الأفغاني. أدعو الشباب أن يتابعوا أفلام الجهاد الأفغاني. أفلام الجهاد الأفغاني تشوف لك فيلم يصنع في قلبك حياة. وستستخدم المخابرات الأمريكية أراضي السعودية كمعبر لنقل الأسلحة إلى باكستان.